على الفلاة. قل يا عبادي الذين أسرفوا. سبب النزول كيف أقول لك شيخ إمام أحمد وحشي نكي قاتل حمزة نكي حمزة دلي مكة مرق النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام ايو تبي وداوي وحش ادو كا بحثدا لغو دو كا دونت كدبتك ويرا حبتا لغو سو غاري سغو دمعصم با انو كسو طلب جزيره العرب وارض الحبشه وسو غدبو مرغا سال وحشي ها رسول الله با نكا ويديو كو يريا سبحان الله أنيكا ما أنو حمزة دلي وأذيركي دلي ومشركة وزنيستي صوت الدين دين الشيخ يسمع والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يدو شريعة محمد يدو أي شيء جيسو قف إلهي غير كي عبدا إن نفني آذن أنا جويا إيز نيسا إن عذابك الله بالله بايو إن تاب أنا جوا كده عي بل أرض محمد يسوع يدي يبود الرخصة بس أن دين الإسلام كسوق لما الله يهيا مركب الصحابة دي صون نقدين رسول كم كوا جوي مادين عليه الصلاة والسلام مرقاس النبي أقري إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما آياته قرآن كمرقي وحشي لقو كر أخرينا وحير إلا من تاب وشرد ككوبات وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا شروط سوي بدنته بالله أنا مبوحين كريم بويدي شروط بدن بلس دبا دغه مشه و سو نوقدان هذا آيات قران النبي سو قري ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ان الله الهي لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مرق آيات لو دول اخرين و خوي يري هذا ارى بعد مشيئه الله الهي كو دونا مشه كو جيرته بلو أنا جاي لهاي الدم بيجي جاي إنه دافم ما بدوني بوجودي هاي النسوق عجيب وأنا كين هنا هذا محمد يا أبو بكر يا عمر يا ماها حسن يا حسين ماها وأيو ووحشي وقاتل حمزة نجي حمزة دلي وياه ما لنت النبي قال ذير كيل دلي عليه الصلاة والسلام أنصار ميت هو قال الروسنيين النبي قال لي دواء كان ذير كان ميت كيسي وهو أركى هل كاسا لقد اللعية حمزة علوش يزين تقول لك لد اللعية أيا مد غريها أوسكينا بنان كان لقو شيري كريه سيا بيرك سنة عند لقو دادي مرقاس النبي يقول أركى جحي عليه الصلاة والسلام مرقاب الصحابة كويري ولا شيء سفية صاص عطوا كأركى جحي سي هري إسكو عليهم مركو ضوا أبو رسول كويري قوي زين تقول توري لأن للما كدادة الرسول كنا مرقاس ويري يا عمي يا عمي أدركي من بغلا يا أوش شهيد خلاص وحوري تضابات قريشة أنا وين أنكو أرجو داب الرسول كويري مركب القرآن كاسود دقي وحي جا حي سود دقت عايد الشق فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا إن صبرتم لهو خير للصابرين بالنبي قال كويري هذا أرجو سنة سيد وهذا أدركه هو أرجو سيد بايله هاي كويري دمدون بالغات دلي ادغون ميدون دشو با الهي كويدي حدات صبرتين نه صابرين تصبر كابو خير بدن با الهي كيدي يعني حماسد اني كو قادم بللي ليتخذ منكم شهداء انك ضمعني با الهي قاركين اني دينته وشهيدان ادركا وح كم نقصامن وشهيد ويان وشهيد انك دورين با الهي كويدي ادغ وحبا كم ناقصمن وحبا كو زياده لگا مر با اینه تول نمده یک قبیله دو ایکو قاده حد دادو آرگوده این سینده ده میدون با لگا دیله میدون دیشو حد داد صبرتان با الهی یوری صابرین تا صبر که او خیر بدن با الهی کو یوری
waa xamse ninkii dilay weeyaa ninka uu nebigu aayadaha qur-aanka kolba ayad u soo qorayo. Aayaddii u dambaysuu nebigu u soo qoray waxay ahayd qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmati illaah ina allaha yakfiru adunuuba jamiicaa innahu huwa alghafuuru araxiim. Aayaddii qur-aanka marka loo keenay lagu akhriyay dushiisa amaa haada fanacam tanaan aqbalay buu yidhi. Markaasaan maka la soo geliyey, markaaba nebiga la hor keenay calayhi salaatu wasalaam. Markaasuu nebiga hortiisa ku ashahaatay, markaabuu nebigu yidhi bal adeerkay xamse saad maalintii u disheen ooga sheekee. Markuu ka sheekeeyey bay lilma ka daadatay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Markaasuu yidhi waa hagaag wax shay ilaahay baa hidaayadda kula doono ku soo hadeeye. Marka wajigeegu ku arka adeerkay baan xasuusanayaaye marka xalaqaadka sidaa saxaabadeeda aan wax baraayo adigu xagga dambe iga fadhiisa buu yidhi. Indhihiisu hadday arkaan waxay xasuusanayeen adeerkii, indhihiisu inay aragta ma jeclayn, qalbigiisuna naar inuu gala ma jeclayn. Hada tabiicata alambiyaa, sida indhihiisu waxshihii inay arkaan aysan u rabin adeerkii buu ku xasuusanayaa, kadalika qalbiga muxamedna ma rabin inuu waxshihii naar ku dhaco. Ilaahay hanu toobadkeenno, isagaa ina arsaaqaya, haddana dadkii ilaahay way caasinayaan maanta. Waxaan haysanay isagaa na siiyey, haddana waan caasiyaynaa. Yaa cibaadii baa ilaahay leeyahay, kiinii hore kiina dambe jiniya insigiin kiinay niigu alla ka cabsiga badan, haddaa sidiisa iga cabsataan baa ilaahay leeyahay, mulkigayga waxba kuma ziyaadinaysaan. Mulkigayga he waxba kuma ziyaadinaysaan. Ibliis calayhi lacna, haddaad ii caasadaan baa ilaahay yidhi calaa afjari qalbi rajulin waaxidin minkum. Culamaaul xadiid qaar waxay ku sheegeen waa ibliis calayhi lacna. Sida ibliis awoodda ilaahay isagoo yaqaano uu amarka ilaahay u diiday uu ilaahay u caasiyey, haddaad ilaahay u wada caasadaan buu ilaahayna leeyahay, milkigayga iyo awooddayda waxba kama dhimaysa, iskama dhimayaan baa ilaahay yidhi. Ilaahay innaka u baahan laa tanfacuhu aaca walaa tadurruhu macsiya. Waa munaajaad, munaajaadkii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam markuu ilaahay la munaajoonayo uu ku ducaysan jiray waxaa ka mid ahayd yaa man laa tadurruhu adunuub walaa tanqusuhu almaqfira hab lii maa laa yanqusuka waqfir lii maa laa yaduruka innaka anta alwahaab. Yaa man laa tadurruhu adunuub, yaa man laa tadurruhu adunuub, kii ay dunuubtu aysan waxba ka dhimaynow, maqfirada addoommaha u dambi dhaafayana waxba aysan ka dhimaynow. Waa munaajaad markuu nebigu ilaahay la munaajoonayo, ducooyinkaaba ku ducaysan jiray. Marka taacadduna ilaahay waxba uma ziyaadiso, macsiyaduna haba kama naqusto. Man camila saalixan falinafsihi man jaahada fainamaa yujaahidu linafsihi man ihtadaa fainamaa yahtadi linafsihi man shakara fainamaa yashkuru linafsihi wamaa tunfiquu min khayrin falianfusikum. Bal qur-aanka u fiirso naftaada, naftaada haddaad hanuuntana naftaadaad u hanuuntay. Man tazakkaa fainamaa yatazakkaa linafsihi, ninka naftiisa xumaanta ka tahira ee meelaha xunxun ee nafta u fiicnayn ka ilaaliyay masaajidda iyo khayrka la yimaada naftiisa ee dembiga naftiisa kaga maydha, taacadda iyo cibaadada iyo munaajaadka iyo xalaqaadka kaga maydha, naftiisu u tahiray baa ilaahay yidhi. Man camila saalixan falinafsihi waman shakara fainamaa yashkuru linafsihi, kii shukriya ilaahay naftiisu ugu shukriya ilaahay waxba uma qabanayo. Marka ilaahay tabaaraka wa tacaala innaka ilaahay u baahan,